ومن هذه للتبعيض، احيانا تكون من بيانيه واحيانا تكون للتبعيض، ولها عده انواع حسب المقام والسياق. وهذا التبعيض ممكن ان يفسر بامرين، ومما رزقناهم، لان مما رزق الله كما قلنا الحلال والحرام، ولكن الرزق الشرعي لابد ان يكون من الحلال. ومما رزقناهم قالوا اي من نوع الرزق الذي رزقناهم اياه وهو الحلال. هذا تفسير. التفسير الاخر، ومما رزقناهم ينفقون، ليس هم مكلفون اخراج كل ما عندهم، لا، يعني من بعض ما رزقهم الله، لان الانسان له التزامات ومسؤوليات نحو اسرته ونحو نفسه وعياله، فيعني لا يترك عياله يتكففون ايدي الناس ويتصدق، هذا لا يجوز. اذن المقصود مما رزقناهم، يعني من بعض ما رزقناهم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو ما زاد عن الحاجة، ما قالش أن كل ما عندكم أنك تتصدق به وتنفق، لا، أن تنفق العفو وهو ما زاد على الحاجة.